الحمد لله يا ربي، تقدر تقول حتى الجولة ما قبل الأخيرة وين حققنا البقاء وضمناه 100%. الحمد لله يا ربي، موسم صعب وشاق. ماتش سهل ديفيسيل في لي دوز ايكيب ميم فلاجياسكا باسكو تلعب في سميسيف في لابطا. كاين مسدر دابا شاع الريزولتا لا غالب جياسكا اللي تي بوكو فولونتير في لانا. بيبليك تاع جياسكا توجور دي اون لي سوبور دير لي ايكيب تاعهم سوا في لي بون مومون في لي بون في لي موفي مومون راك شفت. مقابلة احنا كانت عندنا جينا باش نديرو نتيجة ايجابية باش نحافظوا على الكلاسمون تاعنا امور مرتبة الرابعة. دروك المرتبة الرابعة راهي هوية وراهي اون دونجي يكون يربحوا صورة. دونك ان شاء الله اللاعبين تاعنا نستجوا القوة تاعنا والهيبة تاعنا والأداء تاعنا والشخصية تاعنا. نظن ككل محبي شبيبة قبيل اليوم رانا كما يقول لك سولاجي وين رانا حققنا البقاء. ما كانتش حاجة سهلة لكن بفضل خاصة الجمهور تاعنا، يعني نجم نقول لك باللي سي غراس نوتر بيبليك اللي عاودنا ولينا يعني في الاونه الاخيره بالنتائج الايجابيه. جو في بارتي بيانتو بيانتو اون 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 ريونيون تاع الكونسي وكلش. سي يا كيلكان باش ندير سي يا كيلكان كي كاباب الى د لارجون باش هذه يصلحوا لا جياسكا اسفك مي كيلكان دو بروبر ماشي ماذا قال ولاش هذا كمل جوسكا ادي ادي بن لعب ان شاء الله. استنى شو ان شاء الله تقول لك النجاح. فوالا تقول لك النجاح لو كلوب جو با لابوندوني جو بو با باسكو يلو كان نوتر ديريجون كي لا كي اكتويلمون بريزيدون ما يسلكهاش جامي يسلكها. انا قلت لكم والله ما نطيحوا والله ما نطيحوا والله ما نطيحوا.